على الرغم من تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، وده اللي خلى منتجات كتير تغلى، إلا إن الأمر ده ما كانش سلبي على الكل، لأن في منتجات بدأت ترخص بالفعل، أبرزها البيض اللي بدأت أسعاره تنزل بشكل ملحوظ في الأسواق. بس ليه؟ وإيه اللي حصل في سوق البيض؟ والأهم بقى من كل ده، هل هيرخص أكتر الفترة اللي جاية ولا لأ؟ أسئلة كتيرة قوي هنجاوب عنها في الفيديو ده. خلال الفترة اللي فاتت كانت أسعار البيض هي الشغل الشاغل لكتير من المصريين، لأنه زي ما بنقول عليه بروتين الغلابة، لكن فجأة سعره ارتفع بصورة كبيرة جدا لأكتر من 3 أضعافه، علشان يوصل تمن كرتونة البيض من 30 و 35 جنيه ل 80 و 90 جنيه، والبيضة من جنيه تبقى ب 3 جنيه. زيادة أسعار البيض بالشكل ده خلت كل الناس تتكلم ليه بروتين الغلابة ما بقاش للغلابة وأسعاره بقت في السماء. ووقتها طلع كتير من التجار وقالوا مش بإيدينا، الأمر مرتبط بنقص الأعلاف اللي مركونة في الموانئ ومش قادرين نخرجها بسبب إن مفيش دولار. لكن بعد التعويم وتوفر الدولار، على الرغم من ارتفاع سعره، شفنا كل المنتجات بتغلى إلا البيض بيرخص، لدرجة إن وصلت كرتونة البيض ل 76 و 66 جنيه في الأسواق الأيام دي. طيب ليه بقى أسعار البيض نزلت بالشكل ده؟ محمود عناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال إن السبب في انخفاض أسعار البيض هو قلة الطلب في الوقت اللي الأسواق بتشهد فيه زيادة المعروض. كمان قال إن الأسواق في مصر الأيام دي ومع دخول الشتاء كان البيض بيكون مطلوب بالذات إن الموسم الدراسي بدأ، لكن على عكس المتوقع شفنا إن الطلب على البيض بيقل، وبالتالي نتيجة قلة الطلب على البيض في ظل ارتفاع أسعاره وبداية توافر الأعلاف أدى لزيادة المعروض وتراجع الأسعار. طيب هيحصل ايه بقى في أسعار البيض الفترة اللي جاية؟ محمود عناني قال إن هتكون في مفاجأة كبيرة في أسعار البيض الفترة اللي جاية، لأنه مع الإفراج عن الأعلاف بسبب توافر الدولار وفتح الاستيراد إننا نستورد أعلاف، ده بقى هيعمل زيادة في الإنتاج بشكل كبير، وبالتالي المعروض من البيض هيكون كتير، وده اللي هيخلي الأسعار تنزل أكتر. رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال إن الأمر برضو مرتبط بسلوك المستهلكين، وإنهم ما يحاولوش يشتروا كتير الفترة اللي جاية علشان ما يكونش الطلب أكتر من المعروض، وبالتالي الأسعار تترفع تاني، وإن مدى وعي الناس في السيطرة على الأسواق بيكون سبب كبير في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لأن العملة كلها قايمة على العرض والطلب. مش بس كده، لكنه قال كمان إن توافر الأعلاف هيكون برضو سبب في انخفاض أسعار الفراخ، لكن الموضوع ده هيحتاج شهور علشان دورة الإنتاج تتم ويكون في فراخ كتير في الأسواق.